خلاص جميع حراق اخوي اللي جزم البوطي بالخر ان شاء الله يديروا كوارط العقوبة لكل حراقة. فلاكو تاع فرنسا حبالك تكون في البورت، تكون في البورت. اقسم بالله يا خوتي غير الحوت هكا هكا تلفق هكا هكا. اسمع الحوت وراه من البلاد خويا الحوت وعرق. ما تشدوش بيدك يا خو ما تشدوش بيدك. ملي كنت صغير حنايتي يا خو احكي لنا كيفاش حكمتو؟ حراقة خاوتنا ربي يحفظك وفحولة مارغريتو كاع واش احنا رانا في الجزائر بصح حتى دايما في قلوبنا انتوما. ربي يعطيك العافية. السلام عليكم العزيز. عليكم السلام ورحمة الله. كيفاش؟ عمرو العزيز ديزاد صاحب. أنا هنا يا العزاز، أنا هو العزيز ديزاد، هذا خويا الكبير. مرحبا بكم في القناة، مرحبا بكم عند العزيز ديزاد كوم دابيتود. اليوم سوجي مغاير كاع العادة. رانا في الجزائر، إكزاكتومون في بيرار. حنا هنا تربينا وهنا تعلمنا العمور. مشغول تقدر تقول باللي هذا هو لوندروا بريفيري تاعنا. اللي ماهوش داير جام يدير جام. ولي ما راهوش مابوني بيان سيغ ابوني لتقديم المزيد. اليوم نخرجوا شويه على الموضوع، ندير لكم شويه الوثيق ما نخليكم تشوفوا الفلوق جوست مون انترو. هذا خويا كبير وبابا دوزيام وكاع وكلش. قلنا كلمه خويا طبعا ما بداو هي كي الناس الغربه. على كل حال اون بارطاجي ان مومون معكم مع خويا العزيز بزاف بيان سور اللي دارنا هاد لا سيربريز و فريمون اي نوزا في رونتري اون جوا تيريبل سواء لا غران فامي ولا لا فامي. يعطيكم الصحه على كل حال. راكم شفتوا لي فيديو اللي دازوا على كل حال جبنا مراسم العيد الاضحى اللي هو شنيا وروطا مين يقول لكم صحة عليكم توجور مي لا إلا وليدي العزيز ديال زاد باش يبدا يخرج شوية على الموضوع اللي ما عرفتيه هذاك ونسيو كيفاش نقاسموا معكم اون جورني وان اكسبيريونس سيغ لو تخيك اللي نعرفوه واللي نورمالمون نتقنوه حنا كامل اللي هي تشتي باش تشتي الوزير اكبر. بارك الله فيكم خاطري وي الى القناه نمدها لخويا الكبير ولي العزيز هذا العزيز بلوز بلوز ما لا تبعونا خويا. هذا كان خويا الكبير. حنا كما تعرفوا حنا كاع نصيدوا حنا لا فامي تاع الصيادين ملي كنا صغار نصيدوا كنا عايشين في البحر كومبي وكذا وكذا كما اغلبيه الجزائريين واللي عايشين في السواحل بيان سيغ. دونك راح نخليكم في هذا لو فلوغ ان شاء الله يعجبكم وراح نديروا اكسبيريونس نحو لي زور سان ناكلو لي زور سان نصيدو كدا ندورو نوريكم لي زوندوا هنا الشابين. شو هنا شو كيما راكم تشوفو هنا كاين روشيات كاين دي جون ميحبوش روشيات و اوندروا 100% فامي 100% ماشي 100% 100% فامي. تسمى هنا كاين روشيات و ليها كاين اون بتيت بلاج شغل كاين شوية رمل للدراري كيما راكم تشوفو. هذا واش كاين لا بلاص صغيرة وهنا بلاص شغل بريفي تاع فاميليا. كنت راح ندير له فيديو باسكو انا كارين غير هنايا ما حابش يغوسوا بلوس دو موند باسكو راهو كومبلي فوالا باسكو اوندرو بزاف شباب ما شاء الله. شوفوا الماء سيلي ما تغلى الحيط هاي ليك ما فهمتوا. اليوم راني فيلمي بلا جو برو باين بلي ماشي تليفون ولا لا كاميرا تاعي اللي ما فيلمي بها. دونك نخليكم تبعوا هذا لو فلوغ وما تنساوش خاطرنا جمجم وابوني وتعرفوا ندوكم شويه تحوسوا سورتو الناس الغربه اللي راهم فري موحشين الماء تاع الجزائر يا العزاز يا الواز اخويا راه قالك حين حنا لان حنا لي زرتان بلا فرفيطه سالمو لي اكسبيريونس على الكبيره بزاف عندي تخو هذه الاكسبيريونس هذه شنو هو بلو لونفون سي فوا سي ما سبيسياليتي الله يبارك ولا نشوفوا صبر ما ترميش
طيبة وري يا خويا الله يبارك لك. وهذه جماعة بلا فرشيطة ليكسبيريون عبر تقدروا تخموه كيفاش خم؟ كيف راسكم بالفرشيطة كيف؟ ما بالفرشيطة بلا ما ندوش عليك أنا فاش حاجة مليحة سيكو الماء الماء كيكون بحر مقي الماء يكون بزاف مقي تقول بحاجة ما شاء الله خويا حمشي تاع فرنسا هايتو صح حاجة مليحة سي بيان مقي مقي باسكو تعرف يعني الشعوب شوية مثقف على علينا احنا مالوغوزمون هنا الطيب ثاني واحد يرفد الاخر تاعه ولا كوش تاع البيبي تاعه يرميها في الماء كداش ولا بايت هكا شغل شغل ماشي نورمال كاع بايت الاخر دونك هما فاتونا في هاد العبسة على بها عندهم بزاف النظافة درنا واحد لو بتي فيلي هنايا درنا واحد لو بتي فيلي فيه شوية خبز وشوية بايت وشوية كلهم زعما الحوت دوك نوريكم لو برانسيب تاعه كيفاش هذا تقدر ديرو في الليل وتريكيبيريه تريكيبيريه صباح ولا شغل ستيل شبكة بصح ماشي شبكة دوك نوريكم كيفاش شغل تحطها ودير الماكلة لداخل ابخي هاديك هذيك الماكلة يدخل حوتة كيف فيها شغل طافية يعني تدخل متعاوش تدخل حاجة بزاف شابة نديروها جوست بوغ لو بليزير شوف جوست بوغ لو لوازير تاني وهذه هي العزاز الواسع نخرج هناك ولا ما خاوتي ومن بعد نخرج انا وخويا في رحلة استكشافية نحو شوية نزورتها باش ناكلهم باسكو حنا ناكلو كلش واش كاين في الما يتكل انا في بيرا تاع الجزائر وسمح لي ما صيدوا والو ما صيدوا والو يا اخي يصبر بالعقل خلي بو يهضر ما تجي لي ما شاء الله قريب في الليل ايه قول هذا واش عندي باش نقول لهم هذا راك تقول لهم قول لصحابي تاع فرنسا قال واش تقول لهم حاجه صحابي تاع فرنسا ان شاء الله تجي بيرا ويسقموك ورطه ان شاء الله يا صاحبي هذوك عبدو هذا وليد خويا الله يبارك ليه هضر مقبل وهذا اللي هضرت شفتو في الفيديو تاع العيد انا اليوم في بيرا تاع الجزائر وانا قاعد بحر فارغ ديرك حوته ما كاين بصح راني حاب نقول لكم ان شاء الله نديرو كوارط العقوبه الكل حراقه بصح هنايا فيها بنه ايه واش بنه تعمل مش بنه واحد اخرى مش كيما في الاوروب ايه علاش مش كاين في الاوروب حاجه متغيره متغيره بنه واحد اخرى خوتي بالك كاين عباد يقول لك علاش دار هذا الفيديو العزيز خاطيه الموضوع انا نحب شغلاني راني في لا بيريود تاع نحبط البلاد نحب نبارطاجي معكم دي مومون كما شوف انا نطيح واحد الطيحه يا خوتي عليك نبارطاجي معكم دي مومون شابين واللي كاين دي بلاج ودي بلاص فري شابين في بلادنا شوف خويا شوف شوف زجاجه اخو قسما بالله غير زجاجه ليك خويا العزيز ما شاء الله مازالت لاما مازالت لاما يا العزيز وي مازالت لاما ولا لا قص شطار انا راح نغرق الصارين ولا ما حكمنا فالو زي باغاف مالف نحكمو غير معليش المهم تجويله ودورو معنا فلاكو تاع فرنسا حمل كي تكون في البورت في البورت اقسم بالله يا خوتي غير الحوت هكا هكا تلفر هكا 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 يا ودي الصار المهم جميع انواع الحوت هكا تلفر هكا في البورت ما يجيش تحكي بعد وهنا شوفوا حوت ما كاش هما سي ابريزيون انا عندي بزاف باش كما شوفتم الاحكام
ما كندير كندير الباص ما نشوف واش كاين بزاف لتحت باسكو نيويورك ما دوكا و درت لي لونتي جيتو معايا فرنسا هكا باش نابريسي بيان. هادي هي خايبه اللي نشوفو معانا العزاز. صافي صافي يا دول العرب طيب كياكلوا هنايا وما دي عربوا صافي اروح الجوف هذا اسمع الهود ورا على البلاد خويا الهود وعرق هذا يمكن هذا يا مغلوه هنا هو غريب المهم اللي تحبات ما درنا ولا درنا ما في البحر كي غير طلع الصفيات ما مستدوش كاين سيد خاوتنا ليك القرنيط قدم النوية يرحم يماك شوف التيت لعيبة كيما هادو مالي اللي خلاص الثروة الثروة البحرية يا خو اروح اروح لا 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 يا ودي والله لا لا يا اخو احكي لنا كيفاش حكمتو؟ مع الاول واحد بيهرب هاي والله وجبتو من الزعكه هاي والله دار لي ايه هو غير دار لبستو برجلي ما حكمتوش بفمك لا لا كنا نمشيو نجريو في الطريق وشفناه قطع هو غير قطع اسمع بسناه ماتك شايف عاود ولا شو هكا الفوسي كيما يقولوا كاين واحد الطوبه جات تاكلو فهمت انا كيف الطوبه تاكل الحنس جامي شتا لا بروميير فوا باسكو كان بليزي عضاتو ما كيكون احنا رفدو الحنس هربت يا خويا اللي عندكم تفسير على المونة علم الحيوانات العزاز انا خاطينا رانا رايحين دوك نعمرو ليسونس انا رايحين نعمرو ليسونس باش ندخلو نصيدو بالفلوكه ان شاء الله راني نطل قلنا حاجه معكم البارح حاجه الله يحفظكم شرفتونا الله يحفظكم شرفتونا وضحكتونا انتم لومبيونس بزاف بارك الله فيك قول كلمه الناس الغربه الله يسغربتونا الناس الغربه ما شاء الله الناس الحراقه يا يما الناس الحراقه خاوتنا ربي يحفظك وفحوله ربي يحفظك والله غير فحوله الناس بارك الله والله العظيم ربي قولهم قولهم حاجه احنا كلنا احنا كاع جزائريين بيان سور ونحبوكم ربي يحفظك مارغريتو كاع واش احنا رانا في الجزائر بصح حتى دائما في قلوبنا تيوم. ربي يعطيك الخير ربي يحفظك ناس بيرار فري العساس خالتي وناس تي باسا كاع ماشي غير بيرار بارك الله فيك عدوني معاكم الديره اروح هذيك بليزير العزاز تحنش من الاخر رانا رايحين نصيدو كان فلوك عليها راح نصيدو بالونغروت اللي يعرف بالونغروت وليا نخرجوا شويه على اللارج
وبالصنارة تلامسي، وان شاء الله كش ما نجيبو دوك تعيشوا معنا قاعد هاد المغامرة، وان شاء الله نصيدو يا خويا. هكذا رانا كارين هنايا في الدار، ما نقدرش نوريكم باسكو السيد قال لي ما تفهمنيش، دونك هاي ديك لابلاج هنايا اوندروا 100% فاميليال، من هنا كاين لي روشي ومن هنا كاين شغل الرمل هكذا. صحيح بلاصه صغيره بصح فيها فاميليال، وكاين غير عباد بيان، تسمى ما تروح تسمى تروح تبحر ما تروحش للدار. بداية الرحلة خويا مع القيد العزيز يا خويا. يا قالك اليوم البارح في زياربو ما كان كاين والو، اليوم صافي لكم يا طا دي كاس جميع حراق اخويا اللي جازوا في البوطي بالاخر العزيز بوح. شوف رانا اون فاس طومبو دو لا كريتيان، ولا واحد يعرفوها بلي هاك عليك لا تاع هاولي كان غطانا هذايا. ورانا بعد هكايا ايماجيني وبرك خاوتي بروفوندور، انا ما على باليش شحال كاين، شحال كاين انا مازال 40 واحد 30 متر قال لك ولا اكثر يا خويا يا خويا خويا العزيز دي زاد خويا واش رايك بابا يا وليدي؟ واش رايك بابا خويا؟ واش رايك قصويل ما شاء الله خويا، راي ميتة خويا في البر في الجو في البحر ما كاش خويا، انقرضت انقرضت هامو قلنا كلمة انقرضت. انا قطعت لي في الدوميكان تعمل ما سيادة خلاص واحد كاش ديمي كاز ماتت العزاز. ايه الشعب صيد يصيدو هكاك وخلاص، الحوت ونقارض خويا العزيز الله يجيب الخير العزاز الواس نصيدو الكراب هنايا، وهاد الكراب يروح مقلي، احنا ناكلوه مقلي فيه بلان دو فيتامين. وهذه هي العزاز الغاليين، كاين واحد لاميطو تصيد بها شايف قتل حلقة البيادن يا العزيز. قال لك في الليل ينغل ينغل الكراب العزاز. وين من هي من هي؟ هاوليك واحد تسأل ليش يخرجوا في الليل خوهم فهموا يصرح في الليل مسكين. أروح خوتي هاو أروح يا ربلي أروح من الأرواح. هاوليك 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 دخل دخل في الغار شفتهم راح الغالي دير خوهي ناسيونال جيوغرافيك العزيز دي زاد قلبها ناسيونال جيوغرافيك ديرها يا العزاز يا الواز. وما نوريكم الحصيله الاجماليه صافي خلي اصلا ما بديش طوفي ما بديش طوفي هيا بازي 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 يا خويا يا خويا يا خويا ليك الله يبارك. دير دير طوفي دير طوفي دير طوفي ورا البيدون هاولي هي هاولي كاع دابا هاولي مزيان ورا يا خويا يا خويا طيب شوف شوف هاو تروازيم صغير هذا صغير صغير سكوزين قال لك حكمنا يا قدو يا خويا يا خويا بصح تيخرج يا خويا يا خويا ويا يا قلت لك قلت لك خو شيخ ديالها هذا يخدمك بقرصه كيفاش حكايتها خو كيفاش حكمتو بلا ما قيسك يا خو كيفاش حكمتو فهمنا كيفاش حكمتو بلا ما يقرصك هذه الاكسبيريونس باسكو دير في بالك بلي الكراب تاع تمام تاع بيرا القا يعرفونه على بيها وهذو كيفاش نطيبوهم خو مقليين يروحوا مقليين تخليهم مقليين بكم حيين اسمع صفيان يا خويا يا خويا شوفي هذا عندك خليها ورينا ودوك واش ناكلو السلام عليكم لي زوسايد تاكلو هكذا يا ايه لا فاصون اللي نحليك نقيناهم بهم دوكا شي فاصون مودرن على باز يتنقى بالفاصون ايوه هاي هي صحيح خليها العزاز الغاليين
الفلوق تاعنا خلاص ان شاء الله يكون يعجبكم وان شاء الله قاعد يعجبكم لي زاكتيفيتي اللي درناهم. مالوغوزمون البحر تاعنا تما ولا بزاف بولي تما لا بوليسيون قتلت بزاف الحوت ولا ما كاش في تما في الشط ما كاش بزاف الحوت كاع قتلوه صحاب الشبك وقتلوه نشوف انا بكري وانا صغيره كنت يحكوا لي خاوتي وانا ثاني نشوف كي كنا ندخلوا هنا تصيب مام هنا غير في الشط هنا تصيب دي بياس كبار بون لي زونسيال هذا الفلوق كان كثروا في الجزائر وباش تشوفوا باللي لو كان تما نقدروا ننميو سياحه في الجزائر كاين بزاف لي بوسيبيليتي باسكو كاين افايس مود ناتوراج ولا ربي سبحانه خلقهم برك حنا شغل نزيدو لهم شويه. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو اللي ماهوش داير جيم يدير جيم واللي ماهوش داير ابوني بيان سور يدير ابوني وخلي عبدو يقول كلمه اخيره قولوا مع السلامه. السلام عليكم ان شاء الله تكونوا ملاح. العزيز زاد معاكم ايه؟ انا نقول لكم غير حاجه خفيفه العقوبه الحراقه ان شاء الله ديروا كوارط وجو الجزائر تعيدوا معاهم ديروا اللي تحبوا معاهم شوفوا فاميلتكم قبل 20 سنة المهم عندكم بزاف ما شفتوهاش ان شاء الله ديروا كوارط وتجوا لهنايا البيرة الهايلة العزيزة الغالية بارك الله فيك خويا صحيت الاعزاز الغاليين اتى الله والعزيز دي زاد سلام بقى.